قناه متجر ليلى واحد المحل اللي ديجا جيت ليه واشنو اللي خلاني نرجع ليه هو لي برودوي اللي دخل جداد شي حاجه زوينه اللي تقدروا تلقاوها في لي فارماسي ولا حتى في بارا فارماسي بثمن طالع. هما عندهم بثمن قل برودويات زوينين وصحيين وعندهم حتى الميك اب شي حاجه اللي واعره ودخلوا سلعه جديده تبارك الله. المحل متنوع تقدري تلقاي فيه اي حاجه لا جليبات ولا سبرجيلات شي حاجه اللي هي ماركه والبلاكيور حتى هو شي حاجه اللي بالغارانتي اللي ما غتحشمنيش معكم اكيد والسبرجيلات. مهم المحل كما قلت لكم فيه لي كاتيجوري متنوع وجليبات بثمن اقل. بغيتوا تشوفوا هذا الشيء كاملو تسناو لا فيديو غدا ان شاء الله على القناه ديالي قناه الهميزه تليسار متجر ليلى غدا ان شاء الله في نفس هذه الوقيته. وبارطاجيو مع العائله مع الصحاب مع الحباب اي واحد بغيتي ليه الخير اي واحد يشوف هذا البرومو هذا ان شاء الله. السلام عليكم نتلاقاو في الحلقات غدا ان شاء الله.